من نعم الله علينا نحن اللبنانيه انه خلقنا بهيدا الوطن. لبنان يعني فريد من نوعه بالعالم. بتحس يعني وين ما رحت بتقول جي هاي عندي منها بلبنان، يعني بتضم بذكرتك وين ما رحت البلد الذي لا ينتسى. يعني انا برمت العالم مثل ما خبرتك، بس مش غرام سكران بلبنان، افيش احلى منه. لبنان هو هويتي، لبنان هو الهوى اللي بناخده، المية اللي بشربه، الشمس اللي بتدفيني. من زمور السيارة للسلة اللي بتعربش على الدرج، لوز أخضر لحميضة بالربيع، البوزة على البردوني. في ضحكة بتصير كل يوم، ما بعرف ليه ومن كيف وليش عم بضحك كل ما أحكي في عن لبنان بضحك. بتفتح عينيك بتصير تراقب الشمس اللي عم تنط من وادي لوادي من تل لتل، ونطر أنت توصل على ضيعتك. هي قاصدة ضيعتك، نطرتها توصل توصل. طلع لا هون جنن. هذا الحرب شي تاني، بس الحقيقة هون. أنا ربيت طفل بلبنان وبضيعة، يعني أنا بنضيعة، بس لبنان لما كبرت صرت حسه كيفية وكيف بالأوادي، عرفت كيف؟ لبنان اليوم ما بعرفش، خربوا هالجنة اللي كان اسمها لبنان، سرقوا لنا مع طفولتنا وسرقوا لنا عاداتنا حتى وتقاليدنا. عم اتعذب كثير، وأشياء بلبنان أكثر منه عزيزة علي، بيخدي جزء من صحتي. أنا بسافر كتير وبعمل محاضرات بجميع الدول العربية، وللأسف بسمعهم عم بيتأسفوا على لبنان. هاي شغلة بتجرحني. بلاد عربية هي صحراء عم بيعملوا منها جنة، نحن جنة عم بيعملوها صحراء. حرقوا الشجر، كرسروا الدنيا، لوثوا البحر. هي أكبر أسف، لأنه نحن الله أعطينا معجزة وعم نكبها. شط البحر بيشبه تركيبة النظام اللبناني، بيبقى بينك وبين شط البحر 20 متر ما بتشوف البحر، معمرين. حل بلبنان قضية، حل مثلا قضية الأملاك البحرية ما بتنحل، لأنه الزعمة اللي هني سرقوا الشط هني بدوا يحكموا حالهم، بيرفضوا. حدا بيعلق المشنقة بإيده؟ ما حدا بيعلق المشنقة. تفضل هيدا شط كله، كان شط رمل هيدان يمجد الخيلي، ونروحوا طبعا إنسان بده ينزل عليها عنا هون. أربع مجارير، هنون محولين للبحر، بيفتحون بالليل. هيدا وسخ العالم كله هون، تفضل. ماي واحد وجاي. وضع لك شو المجنون؟ مجنون يعني مجنى الخرى تبع العالم، تركينه بالبحر تيموت الطيب والميت. جبل الزبالة هلا ورحت له عليه شي مرعب، يعني بس بنضل بالبحر احنا بنعلق بالنايلون وشبكنا بالنايلون بيخترب بيتنا والله. مين مسؤول هون؟ مين عم بكب هالشيء؟ والله ما بعرف صراحة. عصافير ما في هلا، اذا ما عصفور في دقيقه مره بيقتلوه. ليك عم تسمع القواص ها؟ ابو مرش عصفور معطر. بتلاقيها بالبرازيل وبتلاقيها باستراليا، اللبنانيه زرعين لك الزيتون اللبناني.
الصنوبر اللبناني، الارز اللبناني هون ما بقى تلاقيهم هون مع الاسف. ما بدي يحرقوا لك يروح يحطوا لك نخل، ما بعرف وين نسير. بكره بدي يقول لك زفت يحطوا لك رمل، ما بدهم زفت على الطريق مشان هني نفسيته زفت. بتعرف شو عملوا باثار بيروت؟ كبوها بالبحر، كبوها بالبحر واخذوا التحف على بيوتهم. وقتها كانوا ملاقيين طبقات عمرها 60,000 سنة قبل المسيح. رح عندي هون المقالة تبع لوموند، بيروت لو بلو جران شانتيي اركيولوجيك دو موند. بعد سنة وسنتين بيخطفوا نفسهم كلهم سوا، بيفلوا الاركيولوجية وكل العيلة. بي كان هون محله، يعني هون هاي البقعة بوجه النهار كان هون محله. عطوه $16,000 على محل هلأ بيسوى تقريبا فوق $5 مليون. قلت لهم دخيلكم انتبهوا انه وقت اللي بيوصلوا لمدرسة الحق ما يطموها ويكبوها بالبحر. لقيوا مدرسة الحق واجاهن امر يطموها، واثار بيروت جرفوها على البحر وعملوا السوليدير. هلا نحكي عن نظام الصيف. يعني تصوروا مرة ماشي أنا بركي بيقول لي قرب، قلت له مدور ضوء الأحمر، قال لي قرب هلا بدك تعمل نظام أنت. أنا كل يوم بسواقة سيارتي أتعرض لأن أكون قاتل مش أقل من 4 مرات. إذا بتشوف سائقي الدراجات كيف بيسوقوا عكس السير، بيطلع من مفرق ممنوع السير فيه إلى ما هو أنت عم تسوق سيارات تفاجئ إنه طلع قدامك ممكن تضربه وتقتله. سألت مرة بوليس قال لي قانون السير لا ينطبق على الدراجات، بالحرف جوابني. وقف على ضوء الاحمر بحترم القانون، وراي بلش الزمامير انه مشي بيقطع عنك بسبك انه شو بيك واقف انت شو بيك واقف مشي. بدك تعمل ريجيم اليوم تنقص كيلو سوق سيارتك ومشي بالبلد. بس اولا بتصير تخترع كل يوم شتائم جديده مش خاطره على بالك، بعدين بكدك العرق هيدا رح نص كيلو وتتوصل للبيت من عجقة السير بتكون رح. سياسيين السبب، مين السبب؟ قرارات بين ايدين مين؟ بين ايدي انا وياك؟ بين ايدين السياسيين؟ شو عم بيعملوا غيرهم؟ تخانقوا بين بعضهم؟ شو عم بيعملوا تيعمروا تيأسسوا؟ هل هو معقول انه رئيس الوزراء لما بيمروا رئيس الجمهوريه والنواب والوزراء لما بيمروا ما بيشوفونه؟ ما بيشوفوا شو عم بيعملوا بلبنان؟ ما بيشوفوا التلوث اللي موجود بلبنان؟ ما بيشوفوا الوساخه اللي موجود بلبنان؟ ما عم بيشوفوا انه هذا اجمل بلد عملوه الله وابشر بلد اللي عملوه؟ حقوق الانسان مهدوره في لبنان، يعني اذا راح واحد على مخفر درك مكسورة إجره بيقول لهم بي ضربني وكسر لي إجري، بيقول له شو فينا نعمل لك؟ أكثر شيء بيريحوا بيشربوا شاي بفل. في ناس عم بتوقف على أبواب المستشفيات وعم بتموت. شو هالحكي؟ إن ما دفع ديبوست قبل ما يفوت على المستشفى بيموت؟ طيب ما عايز أدفع، شو بعمل لك أنا؟
ممكن ننزل على اي شعار هلا كبير، مش وما في شباب عم تنزل اليوم تتكتل وتنزل مش نطالب بحقها انه تتزوج مدنيا. انت بلبنان فيك تتزوج مدني باي بلد بالعالم، تسجل زواجك وتطلق هون. في عنا طلاق مدني بس ما في زواج مدني. يلاقي شغل بده يروح يوسط زعيم الطائفة المدني والروحاني والدنيا كلها ليلاقوا له شغل، مع انه من حق المواطن انه يشتغل ويتطبب ويتعلم وبلاش. وبنزل على الشارع واذا حدا بيطلب هيك مطلب ما حدا بينزل. نحن شباب ما بنتحرك، بس بتحرك على شعارات كتير كبيرة ما لهاش علاقة اليوم بواقعي بمخاوفي بحاجاتي بشو بدي. فغريب انه انا قبلين هاجر وما اتخلى عن الزعيم السياسي. عم بيتخرج التلميذ من الجامعة، وين عم بيروح؟ بيتخلص من هون صار برا. يعني قبل ما ياخذ الدبلوم ده بده ينبش وين بده ياخذ فيزا، بدي الفيزا قبل الدبلوم. ابني ضل سنة واربع اشهر حق قلب الدخان ما انتهى لها، مع انه ما بيشرب دخان. لك حق رغيف خبز ما انتهى لها، يا اخي مصروفه مني، وقت تعطيه مصروف الثاني يبكي. لا ولي دولتنا ولا طيب لشو عطوه شلته؟ يا حو عم يشتغل هلا، الحمد لله، له قيمته ما احلاه مستلم وظيفة بدبي وماشي حاله. لا دول العربية احلى منا، ياخذونا اولادنا يشغلونا اولاد ويستثمرون، نحن عم نطلع المصب الصبيلنا. عم بفلوا لانه كفاءاتهم صاروا اكبر من اللي بلد بيقدر يقدم لهم اياه. خمس اولاد مهاجرين، بفتح الباب بتعني بفتح باب البوم. ما في عاد غير انا مرتي بالبيت. هل هاجروا وشوف اليوم قاعدين مع بعضهم. بس بعد شيء كذا ضاع بشوف ما رجعت. في اراده سياسيه لعدم ارجاع الناس من قبل نافذين بالمناطق اللي صار فيها تهجير. لا يخلوا كانتونات تخلوا نفوذ سياسي تخلوا إلى آخره، وكانوا مدعومين من السوريين. دولة ما عم تعطي التعويضات للمهجرين وفي فساد كتير بتعطيهم للمهجرين وللأحساء وللأزلام وقت الانتخابات وإلى آخره. كم سنة أطلقوا هالشعار إنه لبنان بدنا إياه يصير دولة القانون والمؤسسات. نشوف من بعد 10 سنين إنه أين نحن من دولة القانون والمؤسسات. بالعكس يعني اللي نتحسر على ما كانت عليه وقت أطلقوا هالشعار. واليوم ولا في قانون ولا في مؤسسات. مين بيعر إلا الحكومة الموظفين زيهم حد منك كانوا بدهم ينشوك بتروح تتعمل ورقة بيزتوك من مكتب لمكتب لمكتب لمكتب. مش معقول هالاشياء. عبالي باسبوري يخلص بسرعة بلا ما أعمل واسطة، عبالي أعمل أقدم وراء البلدية بلا ما يكون عارف رئيس البلدية. بالضمان ذاته إذا ما عندك واسطات بدك ترشي بدك تدفع رشوة تتاخد حقك. كانت الرشوة يعني سرا ويشوبها نوع من الخوف والتخوف، لكن اليوم أصبحت الرشوة علنا. يعني تذهب الى المدير العام او الى مدير او الى رئيس مصلحه او كذا بيقول لك انا اريد مبلغ كذا على هذه المعامله. ما بسمع حوالي العالم بتجي بدق ابواب النواب تيعملوا لهم خدمات. هيدا الشيء بخليني اطلع بلا عقل بقول ما معقول. اذا ما عنده واسطه ما في يشتغل. ما تقلي ما في يشتغل. ما الوطن الوحيد يلي ما بيعملوك فيه حسب كفاءتك هو هون النموذج صار. بروح عند النايب بطلب منه خدمه ولا يعمل لي واسطه تشغل لي ابني. ما هو واجباته يعمل مؤسسات يخلق اداه بالوطن يقدر كل مواطن بده يشغل ابنه ما يعتاز يدق عباب حدا. اكيد جريمه الواسطه، اكيد الواسطه جريمه. الواسطه جريمه لانك عم بتحط الشخص اللي ما عنده الكفاءات اللازمه بالمنصب يلي منه مناسب. يمكن هالشخص عنده كفاءات بس مش بهالمنصب هيدا اصلا. هيدا حقه انه هالسياسي او هالموظف
يلي قاعد وعم بيتحكم بمصيره هو المواطن، هو عم يدفع له معاشه، مش السياسي عم يدفع له معاشه للمواطن. وكلنا بنعرف انه المواطن بيشتغل لياخد معاشه، بس المسؤولين يعني ما بعرف شو عم يشتغلوا. اللي حاكميننا يعني بتقولوا حمية حرامية، واللي حاكميننا هني عم يعلموا الناس على السرقة. مين شجع السوريين ينهب البلد وياكل البلد؟ مين شجع؟ مش هني، مش انتو، انتو شجعتون ينهبوا البلد ويسرقوا البلد. السوريين لمعلوماتك اذا 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 في معلومات طلعت من امريكا عم بيحكوا انه من فوق ال 150 مليار دولار هودي طالعين ومنهوبين من لبنان، مين مغطيهم كان؟ مين؟ مش انتو اللي انتو حاكمين وانتو كنتوا ما زلتوا بدكم تضلوا؟ بروح عم بتروح على مين؟ على الجيش. مش كارثة زلزال، الزلزال لا، هو حركين البيت. أربعة وستين يوم الخطوط الأمامية ما شفناش ولا أي سياسي سأل كيف استشهد الزلمة. البلد ما كانتش هيك فجأة، كانت عم تتحضر لها بأسس بطرق بكذا، وفي ناس من لبنان مشترك فيها وفي ناس دول وكذا، ما تحضرت هاي. كيف خلصت؟ ما حدا بيعرف. كيف خلصت؟ معركة بلشت ما عرفنا كيف وخلصت ما عرفنا كيف. اجمعوا هالعيال اللي مثل شهداء، اجمعوهم وفرجوهم وفرجوهم ولادهم كيف استشهدوا وكيف ماتوا. إلا كله سري 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 سري. ليش سري يا أخي؟ أنا بدي أعرف ابني كيف مات، كيف استشهد. أنا ابني استشهد، أنا ابني ما اختلوه على الطريق، ما بشوفش إلا هالسياسيين كله اختيار هذا الشهيد. لا مش شهيد، ابننا الشهيد، ولادنا الشهداء، ولادنا الشهداء. فادي بيقول لك أنا راح لابني. إيه راح لك ابنك اختيار في مسألة سياسية راح، بس انا ابني مش عنده سياسي. الجيش اللبناني ما في سياسي، في اتجاه واضح وفضع كرامه لبنان وكرامه شعب لبنان. تتعتير ونمسيبي يعني تبي تصرف الطفل من دون باي؟ هل هي بتعمل باي وخاي واخت وجد وكل شيء لابنها ليربى؟ مش هيك بيربى الولد؟ هاي بالنسبه لنا شو دي يعطونا؟ شو دي يقولنا؟ نحن خسرنا ثلاث ارباع البلد، خسرنا اعز ما نملك بحياتنا كلها سوا. هذا لبنان تستنجد، مش عارفين انه هذا هيك، هذا لبنان. مش الاشياء الكبيره اللي بيفكروا فيها بس. الاشياء الصغيره هي اللي بتعمل البلد. الاشياء الصغيره هي اللي بتعمل البلد الكبير. الأشياء الكبيرة اللي عم بيعملوها عم بتعمل بلد صغير كتير 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 بكل أسف. فإذا شو لازم نعمل؟ تفينا نشحطهم بالأول. كل واحد بيجي على الحكم أول شغلة بفكر فيها إنه كيف يخلي إنه القضاء يكون مدجن نوعا ما، إنه يكون هو عنده سلطة على القضاء ليقدر يمشي أشغاله. السياسيين ما له المصلحة أن يكون في قضاء مستقل، لأنه ما فيهم يستخدموا وقتها تيعملوا ما يهربون. ما عاد في مؤسسات رقابة، يعني كل مؤسسات الرقابة الموجودة مشلولة وكأنه قصد. إذا رئيس البنك الدولي لا اشتغل لأنه صاحبته زاد له شوي معاشها، ما سرق كتير يعني، مش إنه عمل له شي ضرب وأخذ منها ملايين الدولارات، لأنه بس زاد شي غير أنه نطار. هون عندنا نحن بكون بطل، واللي ما بيسرق بكون حمار. ديوان المحاسبة، التفتيش المركزي، كلها مؤسسات ما عم تقدر تمارس شغلها. كل واحد عم بيعمل مثل ما بده، عم بيتناتشوا بعض الناس، ما حدا بيقول لك وينك. اللي بيكون عنده مسؤول عن صندوق وبيصرف على الطالع وعلى النازل، ما هو بيكون زعيم كبير، واللي بده يحاكمه يمكن اللي هو طعماهم كمان. ما في ديمقراطية صحيحة بدون قضاء نزيه ومستقل عن السلطة السياسية. المجتمع المدني هو آلية من آليات التغيير الحقيقية على المستوى السياسي وعلى المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الاقتصادي. من التسعينات لهلا
مع عدد الجمعيات اللي موجودة ومع كل المصاري اللي بتنصرف كل سنة، مفترض يكون صار عندك شيء فظيع. بالخمسينات وبالستينات الشغل اللي انعمل من حركات طلابية ومن نقابات كانوا يهزوا البلد، كانوا يوقفوا البلد. هلأ ما يعني النقابة خجولة. تدخلات فعلية صارت من أصحاب السلطة، من الأحزاب السياسية اللي مشاركة بالسلطة، وحتى من الأحزاب السياسية ببعض الحالات اللي منا مشاركة بالسلطة واللي هي بالمعارضة واللي غالبا ما تسعى أن تمارس سلطتها على المجتمع وبالتالي على الحركة النقابية، خاضعين للتبعية السياسية والزبائنية اللي موجودة. هذا الشغل شأن عام مش شأن شخصي، فضروري يكون عم بيروح على الشأن العام مش على جيوب السياسيين. أذكياء أذكياء ومحتالين، يعني ما بيعطوها كل شيء لأنه أكيد ما فيهم هن عم بيغتصبوا لحقوقها، ما فيهم يرجعوا لحقوقها، بس بيعطوها كفاية ليسكتوها وبتسكت. الإعلام الحر بلبنان كذبة، هيدا أكبر كذبة بلبنان. أنا بالنسبة لي ما في إعلام حر بلبنان. بعمل كاريكاتورات ما هيك بيطلعوا فيها حلوة كتير بس ما بتمرق. إذا أنا عندي جريدة عم بيمولها واحد برا مجبور يحكي باسم اللي عم بيموله، يعني معلش ما فيك مثلا تاكل بير وتبزق فيه، عرفتي؟ ما مالك عين، فمضطر تحكي بلسانه. في نسبة كتير كبيرة من الإعلاميين سيئين أكتر من السياسيين تبعهم، لأنه مأجورين، لأنه توظفوا، لأنه خانوا قناعاتهم ومعتقداتهم بشكل أحبطوا إذا بدك، وصاروا منظرين عند هذا وذاك من السياسيين، ويمكن هو بسبوه في الليل. في هذا المرض جديد بتفتح حيالة محطة لبنانية اليوم، حيالة فضائية لبنانية، كلها توك شو سياسي، بيجيبوا لنا كل أينشتاين والتاني يشرح لنا كأننا طالعين من السيزيام ومن الستيام ومن الويتيام، بيشرح لنا مصير العالم، مصير لبنان، مصير كل واحد منا، بيشرح لنا الفلسفة تبع الفلسفة. كل واحد من السياسيين بده يبين حاله أنه أنا عم بحكي، بده يوجه رسالته التافهة اللي ما قالها، ما في رسالة وطنية، في رسالة عمالة، يعني بياخد درس دبعه من السفارة اللي عتابع لقاله وبيطلع بيحكي. لو ما في بلد بالعالم عنده توك شو سياسي قد لبنان من الصبح لعشية. ولاحظ شغلة وحدة، فيش شي واحد من كل هالتوك شو على موضوع أبدا. شو بيقولوا لك وقتها بيعملوا له الأنونس؟ نستضيف فلان، نستضيف فليتان، الموضوع هو الشخص. كلها فلان قال وفلان قال، ما في حدث. مات واحد فقير ما حدا حكي عنه، شوفير انقتل ما حدا حكي عنه. مسؤوليه الاعلام يجرب طب يفرج مشاكل الناس. خلصنا بقى طحنك وتوك شويات، قال بقول توك شو توك طحنك، هذا مش توك شو. مع الوقت الناس عم تقرا في الاخبار، عم بتجيب ساتلايت في سيكس وفي الام تي في هودي تبع الموسيقى والغناني. وانا هلا بهالمناسبه اتوجه بالشكر الى الشيف رمزي واطيب مع اسامه على هالبرامج الناجحة والعظيمة اللي عم يعملوها، هيدي اللي إلها معنى هلا بس، وبوس الواوا. إذا واحد شاف إنه فعلاً هالبلد رايح وما حدا عم بيرد عليه والبرلمان خبر كان وما في حدا، ساعتها بلكي بدها ثورة جديدة. حان الوقت للثورة اللبنانية اللي بدها تصحح، وأنا بحب سميها دايماً الثورة الثقافية، مش ثورة البارود وثورة الدم، الثورة الثقافية هي تجرؤ اللبنانيين على محاكمة الماضي. يعني ما بقى بيجوز في عصرنا اليوم انه نكون مغشوشين بتاريخنا برجالنا من قديم وجاي، ما بنعرف مين البطل الحقيقي ومين اللي كان خائن للوطن. هلأ السؤال المحرج والأساسي، هاي نحكي عن ثورة وشو بدنا منها، مين بده يعملها؟ المأساة الكبرى بنظري أنا لما بلتفت للوضع اللبناني اليوم ولشباب لبنان بشكل خاص والجامعيين فيهم بشكل أخص، بيأس وبخاف، بس عم بتزمر على الطرقات لفلان وبعد في ناس لفلان، فعلا شغلي يعني بتبكي،
خاصة اللي شفناه بآخر فترة تلميذ جامعات. أنا فعلا لما شفت تلميذ جامعات نازلين على بعضهم بالطريق أو بالحجار أخذين للروسهم شاشرين ونشرق كلهم حاملين لأعلام زعاماتهم وماشيين يزقفوا بالروح بالدم نفديك يا إكس إجراك زاد. يعني هاي بالروح بالدم لمين بعد في دم فيهم السياسيين؟ لازم نضلنا نحنا مقلهينهم وماشيين وراهم مش بس نشوف شو عم بيعملوا نبرر لهم أعمالهم. هيدا التبرير لأنه صايرين اللبنانيين كتير شاطرين بالتبرير ما بقى عم بيشوفوا هن شو بدهم ويشوفوا إذا هالمسؤول عم بيعمل لهم اللي هن بدهم عم بيشوفوا هالمسؤول شو عم بيعمل وعم بيجربوا بأي تمن اللي كان يبرروا له أعماله. وإذا بدي يعملوا الميك أب ده بعنصر عم فكروا بالعيون شو تحط البنت تحط حطيت ميك أب موف أو أزرق أو أورانج أو صار بدها تحط الميك أب عم تبي يي ليه حتى عيام عيوني كيف الميك أب بدك ولك اللانتي عم بغيروهم اللانتي لينسز ده بعيونه وعم بغيروهم مسيسين عيون. هو اللي شوفت الحين تلفزيونات السياسيين وموزعين على بعضها لا يعملوا غسل دماغ للناس بيعملوا لك غسل الباطل بيعملوها. حصل توافق وشراكة بين هؤلاء وبين رجال الدين وهذا أخطر ما فيه بلبنان. المرجع الديني والمرجع السياسي باهتمام موحد ضيعوا الفكر الشعبي غشوا جماهيرهم. مش متدينين نحن طائفيين لأنه المتدين مضبوط ما بيكون طائف. إذا الواحد بحس بكره هذا عكس الدين أكيد مش دين. فياريت يرجع الإنسان. أنا بأسف لهون أنه باسم الدين ممكن يكره هالضياع اللي عم بيصير اليوم واللي عم بيروح ضحيته شباب معطرين ناس من أهلنا من لبنان لأي طائف انتموا لأي منطقة انتموا كلهم ضحايا كلهم ضحايا كلهم ملعوب فيهم. بدك تروح على المشكلة الأكبر والأعمى مشكلة الثقافة والتربية بلبنان. هيدا أكبر 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 مشكلة يعني بتبلش من المدرسة لهلا. نحن ما عم نربي مجتمع نحن عم نربي أفراد أنانيين طائفيين مذهبيين. تنمي واحد رأيه الشخصي بده يكون عنده ثقافة معينة من المدرسة ومن البيت بلش التربة معه. الحفظ والبلع بس مش الدرس. الدرس فيه تفكير الحفظ والبلع فيه تقليد. هيدي شغلة كتير عاطلة وهيدي بتفسر شوي اليوم ليه بالحياة السياسية ما عنا شباب ناشطين بفكروا بنفسهم. عنا شباب لسوء الأحظ معظمهم زقيفة. المناهج التربوية بدها تعلمنا السلام الداخلي والخارجي السلام مع الآخر. بده يربى جيل ما يقوس عصفور لأن يرسم عصفور لأن يلي بيرسم عصفور بحبه يلي بيرسم عصفور ما بيقوس عصفور وبالتالي ما بيقوس ناس. مدرسة قلت لهم لو بتدخلوا لأنه كنت بالكوميتي دي باران لو بتدخلوا بس ساعة موسيقى يعلموه مش فن مشان أنه يصير فنان يعلموه فن تصير إنسان بالقليلة. هاي ثقافة هاي ثقافة تابعة بالحياة ماشية معنا. قال لا ما عنا وقت وفي كتير درس. القصة كل شيء بيعلموك. جيتوا يا إيران ظبيق الزوم بالمدرسة ما فيش مدرسة أخلاقية تتعلم بالمدرسة حتى متعاطيتك مع الناس حتى علاقاتك مع الصبايا كشاب. ما بدي أعلم لمرتين وما بدي أعلم ابن ناجد الشنفرة. لا بدي أعلم الشنفرة تابني يتعلم يقول دعست على غطش وبغش. تصور أنه مثلا دولة لوطن مثل لبنان مش قادرين نعمل كتاب تاريخ مش قادرين نتفق على تاريخنا. إذا بتسأل المواطن اللبناني أنت مين من أنت ما بيعرف يجاوب. شي بيقلك أنا فينيقي شي بيقلك أنا كنعاني شي بيقلك أنا عربي شي بيقلك أنا فرنساوي شي متيس. متيس أصبت شي علينا لحنا كتر ما مرق علينا شعوب على هالأرض. طيب لو أخذنا طليس وبيتاغور وهوميروس وقلنا هاو من لبنان شو رايكم؟ يا ريت قلت لهم هني من لبنان بس اللي بيعرفوا انه من لبنان ممنوع يحطوا شيء بالمناهج. المناهج بدها تنحط عن ايدي البرانيين. البرانيين هن الناس اللي ما بيطلعوا الا لبرا. هيدا مثل الرجال بيكون مجوز شو بيقولوا عنه؟ بيقولوا عينه لبرا ما هيك؟
بتبقى معطرة مرته كل حياتها، بتضل عايشة بالتعتير، وولاده بيربوا بجو معطر. نحن هيك صايبنا بلبنان، عين السياسيين تبعنا لبرا. من 30-35 سنة لهلا بعتوه شي للفلسطيني، شي للسوري، شي للعراقي، شي للكردي، شي للسعودي، شي للأمريكاني، شي للف... ما غليتوا حدا، بعتوه كل ما بيجي تعم بيبيعه لناس. إنسان العادي إذا غلط يا خيم يلا عراسي، بس ممنوع مسؤول يغلط، عم بيفوت شعب بحيط بلد يعني هيدا 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 أساسه بده يكون كتير كبير. هودي بده مين يلقطن ويشيلن ويقلعن من جذورهم. هنالي بدنا ننتقم، نحن بدنا ننتقم الشعب العادي، ومنطلبكم ضبوا شناتكم فلوا يا خي، فلوا من البلد يا خي، خدوا المصريات الغنائم اللي عملتوها اللي نهبتوها خدوها معكم، بس فلوا من هالبلد، مش طايقين شكلكم، منظركم، كلامكم، مش طايقين. وبقى اي شعب ما قام بثورته ما ممكن ان يبني مستقبل كبير. خلصت الحرب وسكتنا، محل ما نجي نفتح صفحة الحرب ونشوف شو صار ونواجه تاريخنا ونسامح بعضنا، قالوا لنا يلا خلص اوكي، عملنا انتقلنا من مرحلة لمرحلة، نسوه التاريخ، نسوه شو صار، ما كيف بده يسامح واحد وكيف بده ينسى وكيف بده يقطع مرحلة تانية وتكون في ناس بعد مش عارفين أولادهم وينن، وين مقبورين، وين مدفونين، وإذا بعضهم طيبين. طب ما هيدا كل يلي شاركوا بالحرب بلبنان لازم يحكوا فيها، مش تواحد يتحاكم بقى، ما لازم نسكت عواش، ماشي نسكت، لازم نتجرأ نحاكم الماضي برجاله السياسيين، برجال الثقافة فيه، بالمؤرخين، برجال الاقتصاد، بكل السياسيين اليوم اللي حاكمين لبنان وهالكين وموجعين شعبه وعم بيستغلوه. ما فينا نكفي وما فينا نبلش بلد جديد إذا ما كل واحد عمل غلطة يتحاكم عليها. ما بدنا نقتل ناس ولا بدنا نعدم ناس، احنا مش دمويين، بدنا بالقليلة نكشفهم ونقاطعهم. في عقوبة أقسى بكتير، أقسى من القسوة، صندوق الاقتراع، هل ورقة الانتخاب، يعني عنا وسيلة بإيدنا، في وسيلة موجودة يعني بين إيدينا. إيه شو عملت لي هالدولة؟ بكرة حسبها بصندوق الاقتراع. منشتكي ومنبكي ومنضحك على الزعمة ومنسبهم بظهرهم وإلى ما هنالك، وهيدا منيح وهيدا مش منيح وهيدا خربنا وكذا، منرجع بعدين منروح كلنا منصوت لفين وفاتين اللي عم نشتكي منه. ما حدا له حق بقى يتبكبك، لأنه كل واحد هو عم يختار بنفسه، وقت اللي بكل واحد بيوقف وبيشوف أنه أنا هيدا الشخص عمل هيك 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 غلط كل هالأمور هيدا، فإذا أنا لازم اختار غيره. المواطن قبل ما ينقي مرشح من هالمرشحين تينتخبه لازم هو ينقي حاله بالأول، يعرف هو شو بده، هو شو مصلحته الوطنية، مصلحته الاجتماعية والعلمية والاقتصادية. خليني أنا أخلق مفهوم لمواطنيتي وعلى أساسه شوف إذا في شخص بيقدر يتناسب مع المعايير اللي أنا حاططها. ما هي المعايير؟ شو الكريتيريا للشخص ليشتغل سياسة؟ ثلاث صفات أساسية بأي موقع: أن يكون الأعرف، وأن يكون الأشرف، وأن يكون الأجرع. ممكن يكون ذكي كتير بلا أخلاق، وممكن يكون آدم كتير ما عنده المعرفة، وممكن يكون عنده اثنين وما عنده الجرأة. بدي انتخب رجل الدولة مش رجل السياسي، لأن رجل الدولة يعمل للأجيال المقبلة، رجل السياسي يعمل للانتخابات المقبلة. رجل الدولة بيشتغل على أساس هو خادم عند الدولة وبالتالي خادم عند المواطنين. لما كنت بأمريكا كانوا يسموه public servant، يعني هذا خادم الشعب، هذا رجل الدولة. رجل السياسي بيعمل الشعب خدام عنده. تعرف فخر الدين ليش كان عظيم؟
كان البطرك الجوايهي يكتب عنه يقول: كان سعادة شعبه، سعد شعبه، سعد شعبه فخر الدين. هيك بنا عظمة، مش على نوعية المعترين اللي حكمونا بس تيجمعوا ميل وتيقعدوا على الكرسي. هو معترين حرام، بيستاهلوا الشفقة. مش مين ما كان في يشتغل سياسة، مش مين ما كان بيدخل سياسة. أول شيء شو إذا بدي أجي اليوم أنا شاب أو شابة بده يجي اليوم ينتخب، خلينا نشوف بالأول شو ما لازم ينتخب. ما ننتخب ناس لأنه إجا عزب جدي وراح حضر عمادة ابن خيي. يوم الانتخابات ما بدك تفتش عن شوف مين خدمك أكتر، مين زفت لك قدام بيتك، مين حط لك ابنك بالمدرسة، مين وظف لك خيك. بدك تفتش عن مصلحة هالبلد وعن مصلحة المواطن اللبناني. بدها وقفة شجاعة تأنا بطل اختار اللي كان يختاروا مثلا بيي أو اللي كانوا يختاروا أهلي أو أصحابي. الشعوب بتطلع بالشخص بقيمته بحضارته بثقافته وبتنتخبوا. عنا لا، نحن عنا بعدنا مأثرين بالعائلة وبالضيعة وبالعشيرة وبالطائفة. لازم ينزل هيدا السلطان، يعني بيموت الشخص اللي بيبقى هو رئيس أو وزير بيجيب محله مرته بنته ابنه، مين فيه بيجيبون على الحكم محله هو يروح محله. هالعيال 10-15 عائلة اللي هن مستلمين البلد اليوم، هن زيتهم، كان الجد صار الابن، الابن صار الولد، الولد صار أحفاده. هلا بيعم طلعنا امبارح بالتلفزيون ابن ابنه طلع بلد، طلع هو بده يخطب. بطل في ناس بلبنان تقدر تفهم وتشغل البلد، وناس عندها خبرة وناس متعلمة ومثقفة. ملان البلد، لبنان ملان كفاءات، صدقني لبنان ملان كفاءات. يبقى انه نحن مش عم نعرف، لانه الانتخاب عم يصير بصراحة على صعيد طائفي مذهبي ديني عشائري عائلي. هو العملة وفي فت العملة بيلعب دور كبير، بيشترون 200 دولار خلال 4-5 سنين، بصفوا يوميته للواحد 7 ايام بدولار. غالي كتير إرادة الناس كل 7 ايام بدولار. انه معقول يعني عم بيشتغلك ضميرك بالنتيجة، الشخص اللي عم بيعطيك 100 دولار 200 دولار لتصوت له عم بيشتغلك ضميرك. المواطن اللي بيقبض 200 دولار عم بيخسر، لانه اللي انتخبون ما عم بيعملوا له شيء، عم بخسروه بعدم اهتمام بالمناطق، بعدم الانماء، بعدم بيسوون قوانين مش لمصلحته الى اخره، بدعم سياسات ضده، عم بيخسروه عم يضطر يسافر يهاجر. المفروض اللي بده ينتخب مش يكون غنم يحط الليسته كلياتها. وقت عم بيجي هاللوائح وعم بينطلب منك انك تحطها وقت الانتخابات، بدك تقرا الاسامي وتشوف هالجماعه هول اللي عم بتصوت لهم، هل بتعرف منني؟ هل شايف برنامجهم؟ هل شايف تاريخهم؟ هل ما سبق كانوا مثلا بحكومات سابقه، كانوا نواب بالسابق، شو عطوا بوقتها؟ والا وكأنت بتكون مثل شاهد زور وعم تيجي تحط لائحه مثل ما هي من دون اي وعي ومن دون، وبعدين ما فيك تيجي الا تلوم حالك. كما تكونون يولى عليكم. المنيح يعني نحن مناح، مش منيح نحن مش مناح. اذا ما امنا بثورتنا الثقافيه السياسيه وسمينا الأشخاص بأسمائهم الحقيقية والمسؤوليات بمسؤولياتها الحقيقية، اوعى حدا من اللبنانيين يفكر أو يحلم بأنه ممكن نعمر لبنان كوطن جديد، مش جديد، جديد بنظامه، جديد بكيانه، جديد بمستقبله. بحلم بلبنان المواطن بحس انه هو الدولة والدولة هو، مش بلبنان المواطن بنبش يطرق الدولة والدولة بتنبش تطرقه. بحلم بمجتمع يعمل إصلاح إداري وننتهي من هالفوضى والفساد اللي عايشين فيه، يعتمد الكفاءات وننسى الواسطة شوي. بحلم بلبنان له تاريخ بس تاريخ ما نستحي فيه. بحلم بلبنان مقاوم
ولكن مقاوم لجهله ومقاوم لتخلفه. نحن من مجتمع يحب العصفور، يحب صوته، ومع صوت العصفور يسمع صوت الطفل الفقير اللي عم يبكي. بحلم بلبنان ناس ما عم بيحلموا فيه. بحلم بلبنان ناس عم بعيشوا الحلم اللي بالدنيا. بحلم بالصبحية من عبكرة وبصبح الخير. بحلم فنجان قهوة مع الناس اللي بحبوا بعضها. بحلم بلبنان، لبنان القلب، لبنان الحب، لبنان يلي الكل مبسوط مع بعضه، لبنان العيد. وطن بيضحك، وطن فرح، وطن مش بس بيستقبل الناس ليبيعهم مطاعم ومرابع ليلية، يبيعهم فلسفة الفرح، يشعروا انه بهالوطن اللبناني هذا اللي على شاطئ المشرق هذا في سعادة. حلمي الأكبر انه يوعوا شباب لبنان، انهم يتخلوا عن موقع التبعية لزعاماتهم ولقياداتهم التقليدية، انهم يتسلموا هني حكم لبنان، انه ينزلوا على الشارع مش ليحملوا رايات القوات اللبنانية والحزب الاشتراكي والعونية والما بعرف مين، ينزلوا باسم شباب لبنان، يجتمعوا بين بعضهم بدون نظريات. انتوا حقيقتكم واحدة، حياتكم واحدة، انتوا اذا كان بدكم تعيشوا في هذا الوطن محكومون بالعيش وبقبول الاخر. فروح اسألوا شو مشكلته وعرض له مشكلتك ولاقوا صيغة مدنية، واصر على هذا الامر مدنية. يفو امي يا خي، امي فيرب امي ما يستعملوها امي، ام ام في محمد وفي مارون وفي متري وفي موسى وفي بيعلموا مع بعضهم. هالأمات عم بتحلمها، ما بدي يخلون فيرب امي، خليهم الام تنتهي بطريقة حب لبنان يكون حب. امونا يون هالاسامي وهاللوجويات اللي عم بتصير مثل انا وهادي، اذا منتعيلق الجارة دغري بتفوت بيناتنا أو الجار، فكل شيء وأنا وهادي إيد وحدي، ما في حدا بيفرقنا. فياريت نحن يا لبنانية عن جد منتوحد، مش كلمة توحدوا. إذا عن جد في واحد مسؤول عم بيسمعني مزبوط بيحب لبنان، يروح هلا يحط إيده باللي بيكرهه اللبناني، روح يقول له أنا بدي ساوي لبنان، وهيك بيعمل لبنان مش بالحكي بالفعل. واعتقادي واعتقادي بدها ترجع الشمس تنط على الجبال، وبدها ترجع تشرق وتجيب معها دفا وتجيب معها عاطفة وتجيب معها ألوان حلوة كتير. يا شباب لبنان، انتوا الوحيدين اللي بإيدكم الحل. اوعى تصدقوا لا أمريكا ولا فرنسا ولا سوريا ولا إسرائيل ولا حدا، ولا رجالنا ولا مرجعنا الدينية. الحل بإيدكم، مسؤولية التغيير عليكم. هذا الطقم السياسي اللي حكمكم انتو بتعرفوا انه منو ظابط. كيف بكون تغيروا، مين بكون تجيبوا، هذه مسؤوليتكم. نحن جبناها. اما بتشمروا على سواعدكم وبتتجمعوا وبتنزلوا تقولوا اجا وقتنا، او فلوا فلوا واعتبروا لبنان انتهى. هاي مسؤوليتكم. يا شمس يا خيوط الذهب، يا مشانشالي عجبالنا، شل الحرير شل القصب، مرجت حالها بسهولنا.